وقلت له ايه؟ كلمت. لا ما صدقش، ده انت لسانك متبر منك. انا برضو ما صدقتش نفسي، بس كمان ما صدقتوش انه لسه بعد السنين دي كلها. هو نصدقه وكلنا عارفين، انما انت بقى بعد السنين دي كلها لسه. عزيز متلخبط عشان مطمنت. طب وانت ايه اللي ملخبطك؟ انا حاسه انه محتاج لي، حاسه انه محتاس ولايس من غيري. يمكن انا اكون كمان محتاجاه، محتاجة احس ان حد بيعتمد عليا، خايف على زعلي، فارق له رايي. لما نزلنا مع بعض حاولت احس اني مبسوطه اني خارجه معاه. وما انبسطتش؟ بسطت خالص، بس لاني اطمنت عليه، لاني اتاكدت انه بقى احسن شويه. زي لما كنت ببقى مبسوطه وانا قاعده في اوضتي واسمع صوت الباب بيقفل لما نينو كان بيبقى خارج ومتاخر، فاعرف اغمض عينيا وانام. لما اداني الخاتم فرحت، لما بصيت له فرحت، بس رجعت بصيت لنفسي وبصيت لعزيز، لقيتنا اتنين تانيين. لا هو نفس الولد اللي ادى بنت الجيران الخاتم، ولا انا نفس البنت الشعنونه اللي لما زعلت وغضبت رجعته له. حتى الخاتم مش هو هو. ازاي بقى؟ الراجل قال لك انه رجع اشتراه ومحافظ عليه من وقتها. اه، ولسه شكله لونه حلوين، بس انا لا فرحت نفس فرحتي لما اداهولي اياميها، ولا بقى مقاسي ولا ينفعني.